في خلايا لداعش يعني من فترة مسكنا أربعة وقتلنا اثنين كانوا مسوين مجموعة خلية هن بين بعضن كانوا وراء تفجيرات وعبوات وإرهاب للمدينة يعني. داعش هدفها تخريب البلد ما حد لازم يرتاح بالبلد لازم وين ما أي مكان كانوا يحطوا عبوات تفجر عن بعد يعني أهم شيء أنه البلد ما يستقر ان هدفهم الأساسي أنه البلد الرقة أنه ما حد ينام بامان او او يامن على ولده يطلعوا بالمدارس او شيء